بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد مجلى الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك واجعل لنا منه أخر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. من كتاب الحكام للشيخ تقي الدين أحمد بن عطية السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: علم أن العباد يتشوفون إلى ظهور سر العناية فقال: يختص برحمته من يشاء. وعلم أنه لو خلاهم وذلك لتركوا العمل اعتمادا على الأزل فقال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. مهمة هنا الحكاية. كل عبد يتشوف يعني يتمنى إن هو يعرف هل هو من أهل اليمين ولا من أهل اليسار، هل هو من أهل التوفيق ولا من أهل الخذلان، لأنه لو كان من أهل التوفيق لا تضره معصية، ولو كان من أهل الخذلان لا تضره لا تنفعه طاعة. كويس، يقوم يستريح، ولما يعرف هيستريح. طب ولو استريح هيكسب. كويس، ويكسل بقى وينام على ايه؟ على العلم بالأزل. وربنا لا يريدك ان تكون كسولا، لكن يريدك ان تكون نشيطا ذا همة. فأخفى عنك مشيئته وجعل لها علامة وهي الإحسان. إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإن وفقك إلى الإحسان جعلها علامة أنك ممن يختص برحمته من يشاء. وعشان كده قال إيه؟ يختص برحمته من يشاء، ولأن رحمة الله قريب من مين؟ من المحسنين. فحثك على العمل على الإحسان، ثم بعد ذلك خبأ الأمر، خبأ الأمر حتى لا تعتمد على العمل، فحثك عليه وخبأ أيضا الأمر حتى لا تفرط في العمل، فلا جعلك تعتمد على العمل حيث أنه خبأ المشيئة، فلا تعتمد على عملك لأن العبرة بحسن الخواتيم. وفي نفس الوقت طلب منك لعدم علمك بالمشيئة أن تسارع في الإحسان لعل الله يجعلك قريبا من رحمته. أدي خلاصة الحكمة. يبقى أنت تفعل فعل أهل الإحسان لأن الإحسان علامة وليس علة على رحمة الله، لأن الله رحمته لا تعلل ولكنها علامة فقط، فجعل الإحسان علامة على قرب رحمته، فاختص من يشاء برحمته بتوفيقهم إلى فعل الإحسان. واضح؟ هذه الحكاية. فلا تعتمد على العمل ولا تركن للمشيئة، فلا تعتمد على العمل ولا تركن للمشيئة، ولكن اجتهد في العمل واترك الأمر لله، فلله الأمر من قبل ومن بعد. هذه الخلاصة. الحكمة اللي بعدها متعلقة بها. إيران قال رضي الله عنه: إلى المشيئة يستند كل شيء وليست تستند هي إلى شيء. يعني المشيئة دي متعلقة بالله، وما تعلق بالله لا يفتقر لعلة فلا يستند لشيء، فمشيئته لا تستند لشيء، لكن كل شيء مفتقر إلى مشيئة مولاه وهو الله. فالمشيئة لا تستند لشيء وكل شيء يستند إليها. واضح؟ فهي علة كل شيء وليس شيئا علة لها،
فليس عملك علة لمشيئته أن يرحمك فتعتمد عليه، ولكن هو لما شاء أن يرحمك وفقك للعمل. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلى. كل ده حول معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، حول معنى أنك لا تعتمد إلا على الله فلا تعتمد على عملك، حول معنى لا تيأس من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. كل دي حوالين المعاني دي بيصيغ عبارات مختلفة حتى تفهم ما تفضل.